طيب نروح للدوري المصري، مستعدين؟ يلا بينا نروح للدوري المصري ونشوف اول حاجه نتائج الجوله 19 من الدوري المصري قدام حضراتكم. البنك الاهلي وتعادل الايجابي 2-2 امام سموحه. الزمالك طبعا تاجلت لارتباطه بكاس افريقيا الداخليه، والهزيمه 2-1 من الاتحاد السكندري. وتعادلات كثيره جدا الحقيقه في هذا الاسبوع، ان بي 0-0 امام طلائع الجيش، اسوان طبعا الهزيمه امام النادي الاهلي 3-0، اسماعيلي 1-1 امام غزل المحله، حرس الحدود 0-0 امام فاركو، المقاولين 0-0 امام فيوتشر، المصري 0-0 امام بيراميدز. الحقيقه يعني الشكل التهديفي بقى علامه استفهام كبيره في حتى في الدوري المصري. يعني انا مش عارف كام نعد كام جول، 4 5 7 10 12، انت بتتكلم 12 هدف في الجوله 19. يعني ان شاء الله هنناقش كل ده مع ضيوفنا ان شاء الله النهارده في المحترف، لان العدد قليل جدا جدا جدا. طيب دي كانت نتائج الجوله، نشوف ترتيب جدول الدوري بعد انتهاء الجوله 19. الاهلي في الصداره بعد 16 مباراه ب 40 نقطه، بيراميدز في المركز الثاني 38، فيوتشر الثالث بنفس عدد النقاط، الاتحاد السكندري في المركز الرابع ب 33 نقطه، الزمالك في المركز الخامس ب 32 نقطة، المقاولين العرب في المركز السادس 32 نقطة، غزل المحلة السابع ب 27 نقطة، فاركو الثامن ب 23 نقطة، أسوان في المركز التاسع ب 22 نقطة. نصف الجدول الآخر، النادي المصري في المركز العاشر 22 نقطة، سيراميكا في المركز ال 11 21 نقطة، سموحة 21 نقطة في المركز ال 12، 13 طلائع الجيش 17 نقطة، انبي ال 14 ب 17 نقطة، الداخلية 15 ب 16 نقطة، حرس الحدود في المركز ال 16 والثلاثة طبعا يعني المهددين بالهبوط، حرس الحدود ب 15 نقطة، الإسماعيلي ب 14 نقطة، والبنك الأهلي ب 14 نقطة. بس لو وقفنا عند الصورة دي هتلاحظ الفرق ما بين المركز العاشر والمركز ال 18، بتتكلم يعني عندك المصري لعب 19 مباراه ب 22 نقطه، لو حرس الحدود او الاسماعيلي كسبوا المباراه اللي جايه هيبقوا عندهم 18 نقطه، وبالتالي الفرق ما بين العاشر لغايه المركز الاخير بتتكلم في 6 نقاط. يعني الجدول مشتعل بشكل كبير جدا جدا، وزي ما بقول لحضراتكم الدور الثاني او خلاص بدانا الدور الثاني، هتكون كل مباراه ليها حسابات كثيره جدا جدا على مستوى الانديه. طيب نتكلم على الهدافين، يعني هدافي الدوري لغايه دلوقتي لسه ما زال احمد الشيخ بتسع نقاط، واحمد سيد زيزو بثمان اهداف اسف، ورمضان صبحي بسبع اهداف، رفيق كابو بست اهداف، رزق حمرون ست اهداف، احمد ياسر ريان ست اهداف، ومابولولو بست اهداف. الحقيقه تاني بعد 19 جوله في الدوري المصري هداف الدوري المصري عنده 9 اهداف، عدد قليل جدا جدا يا جماعه، 9 اهداف في 19 مباراه. هداف الدوري المصري زمان كنا بنسمع ارقام كبيره جدا بتعدي ال 20 وال 25 او ال 30 هدف في السيزون. الحقيقه هناقش مع ضيوفي النهارده كمان يعني هذه المشكله، عندنا كابتن ماهر همام وعندنا كابتن عمرو الحديدي هيكون موجود معانا، لكن زي ما بقول لحضراتكم على مستوى الدوري ما زلنا كمان عندنا لازم نشتغل كويس قوي على دورينا ويبقى في شكل فني افضل من اللي احنا بنشوفه. طيب